17 عالم وعالمة. العالم اتلاح جبار بيحول ليل نهار. بعيد العين. سعداء ان البحث بتاعك تم قبوله. بلدنا هي اللي سطرته للعالم اجمع. طريقة من العلاج لفتكم موجودة في الشرق الاوسط كله. طعم تاني جدا. واحد من اهم الاحداث على اجندتنا كبرنامج. رجوع عيد العلم في حد ذاته حاجة جميلة جدا. العلم يحتاج للكثير من المساندة من الدولة ومن الشعب ومن الناس. عدم القدرة على تنظيم الانجاب. رد الفعل المناعي بيه. بنبعتهم للدكتورة مها. كناش نعرف ان تعرفوا بعض اصلا. انا بشخص الحال. عيد العلم من الاربعينات وحتى اليوم. افتحوا بالعلم ابواب الخلق. سؤال ملوش علاقة بقى بالحلقة ولا بعيد العلم. أول حد من أطباء الأشعة يحصل على جائزة الدولة التقديرية. تخلق مواد جديدة لاستخدامات جديدة. خرجت قد إيه طاقة كهربائية؟ شريحة رقيقة مني. ما تبقاش جائزة نوبل واحدة، تبقى جوائز كتيرة جدا. العلم تلاح جبار بيحول ليل نهار. معكم منى الشاذلي الأربعاء الساعة 9 مساء على CBC.